ما شفنا شيء سيدي بوزيد، ما شفنا شيء، جتنا سخرة نهبت تونس. سيدي بوزيد لا تنتمي للجمهورية التونسية، أقولها بكل صراحة. سيدي بوزيد اليوم يوم عزاء، رؤساء ثلاثة، رؤساء الثلاثة ثلاثة، ما جاء حتى واحد، ما جاء حتى واحد. 14 سنة نستنوا باش تبدل تونس والثورة كل شيء، بقات تايك الكياس مدفن، احفر ودلو قد مكثرة. هنا 10 سنوات الثورة ما شفنا كان العجب، وشفنا كان القهر، وشفنا كان لا تنمية ولا تشغيل ولا واحد. منحط شباب، شباب منحط، شباب سيدي بوزيد الآن منحط، لا تشغيل ولا تنمية ولا حتى ذكرى 17 ديسمبر اللي قال السيد الرئيس المرة اللي فات، جاء وقال قلنا له راهي ذكرى وطنية، عيد وطني بكامل جمهورية، ما يجيش من جهة واحدة، كيفاش يجي من الولاية والأخرى؟ قالنا الله يبارككم سيد الرئيس، أنا نقول لك راك غالط في حساباتك وراجع حساباتك، اللي عندنا فيك الثقة، راجع حساباتك، راك غالط. وواحد التوانسة، واحد التوانسة شنو يخرج لك واحد يسمعك الكلام؟ السيادة متاعك ما بقتش عندك سيادة، ما بقتش وهيبة الدولة، وين هي؟ يقفل لك واحد ويسمعك الكلام، هذا غير مقبول، ما نقبلوش في سيادة كيفك أنت، رمز البلاد، فهمت؟ سيد الرئيس راك غلط، تكلم، اوقف تكلم وما تكلمناش بالنحو، قلنا قول الصحيح، اذكر وفاسد، خلنا نعرفوهم الاشخاص هذوما. سيدي بوزيد اليوم يوم عزاء، رؤساء ثلاثة، رؤساء ثلاثة، ما جاء حتى واحد، السلطة الثلاثة اللي يمثلوا السلطة، ما جاء حتى واحد. شباب سيدي بوزيد كنا فرحانين تجي يحضر معانا، يفرح معانا رئيس من السلطة التنفيذية، ما شفنا حتى شيء، لا تشغيل ومنحطين، ونحنا باش كنا ساكتين، شبابنا متربي ومثقف وواحد، وما عملناش المشاكل كان في الثورة. سامحني، 10 سنوات على اندلاع ثورة اندلعت من هوني، شنو اللي تبدل فيها بوزيد؟ شنو اللي زادها؟ اسمع، 10 سنوات نقول لك كارثة، وغلطنا نحن، غلطنا أهل سيدي بوزيد، انقذنا تونس من الفساد. سيدي بوزيد نين عام نقطة سيدي بوزيد وشبابها، شبابها المعطل، انقذ الهاربين ركبوا عليها، يجوا بعد ركبوا عليها، وما شفنا شيء سيدي بوزيد، ما شفنا شيء، جتنا سخرة، نهبت تونس وشدوا كراسي ونهبت تونس، شباب تونس مطيش ولا تشغيل ولا تنمية، وماشنا ساكتين من اليوم. أهالي سيدي بوزيد نحن ثانا باش كنا شبابنا كان متربي ومثقف لكن الثورة بدت من هنا. وين هو شباب؟ سمحني توما، شعاراتكم كانت شغل، حرية، كرامة وطنية، موجودة الشغل والحرية والكرامة الوطنية تو بعد 10 سنين. الشغل هذا اللي يحكوا عليه جماعة البلاطوات، الشغل اللي يحكوا عليه جماعة بلاطوات وبندروا علينا ويكذبوا علينا جماعة بلاطوات، لا ثم لا تشغيل ولا ثم واحد، ولا يقولوا 10,000 هنا، 10,000 من تشغل، 10,000 اللي في وزارة اللي أعطوها وزارة المالية، قداش شغل سيدي بوزيد فيها 40,000 بطال، 40,000 بطال، هي اللي الشرارة بدت من سيدي بوزيد، قداش باش تخدم؟ أنا بنتي عندها 14 سنة فرنسوية، تعليم قديم، 4 سنين فرنساوية في الجامعة، من أحسن جامعات الأولى في الجمهورية، بنتي ماخذة دكتوراه دولة لولا، همشوها وأعطوها ردوا بها حساب أخرى، دكتوراه لولا في الجمهورية، ولدي مهندس بطال، الأخرين فرنساوية، أنا عندي 9 قراية، 9 كل قراية. 10 سنوات على اندلاع الثورة التونسية، نحن اليوم 17 ديسمبر موجودين في سيدي بوزيد، شنو اللي تبدل بعد 10 سنوات من الثورة؟ بعد 10 سنوات من الثورة ما يتبدل شيء في ولاية سيدي بوزيد، بالعكس زاد التهميش، زاد الفقر وزاد المشاكل. الثورة انطلقت من سيدي بوزيد، وبوزيد غيرت، مش هو تونس، غيرت العالم كله بالثورة نتاعها. فهمت؟ ما شفنا حتى شيء، بالعكس زاد الفقر وزاد الهم وزاد المشاكل، كثرت مشاكل على قبل. ما زاد حتى شيء.
سامحني، كنت مطالب نتاعكم شغل حرية كرامة وطنية، موجود توا الشغل؟ مطالبنا شغل حرية كرامة وطنية هذا شعار رفعناه صحيح، لكن لم يتحقق لا الشغل ولا الحرية ولا الكرامة الوطنية. وأكبر دليل اليوم أنه الأمن المتواجد على الساحة في ساحة 7 أبو عزيزي فهمت أكثر من المواطنين. ما فهمتش أنا الباريارات هذه كل الموجودة علاش؟ يخوفوا فينا ما نجمش نخافوا احنا ولاية سيدي بوزيد. احنا صنعنا الثورة وانا جبناهم وعاشنا في مؤخر التالي خلاص. رئيس الحكومة أنا نوجه رسالة لرئيس الدولة. لم يتبدل شيء، بالعكس الشيء الجديد هو كثرة المشاكل و وزاد الفقر وزادت المشاكل، لم يتبدل شيء، زادت المشاكل قلت لك، التنمية صفر، الصحة صفر، عندنا سبيطار كنت تمشي تشوف يعني الحالة اللي فيها حالة مزرية، لا يتطلب لأقل حاجة، ما في حتى الإنعاش ما فيش. بوزيد مش تحتفل اليوم، بالعكس بوزيد تطور اليوم ضد الفقر وضد التهميش. رانا مهمشين ولاية سيدي بوزيد، مصنفينا من صنفونا تو تعرف الولايات لاباس عليها ماهيش فقيرة، والفقر في سيدي بوزيد ماهيش حتى في ولاية، يكذب عليك راه. لا عندنا سبيطار جامع، لا عندنا جامعات، ما عندنا معامل، لا عندنا مصانع، ما عندنا حتى شيء. عندنا عمال حظاير، عندنا اش عندنا؟ اش أعطونا؟ أعطونا 8000 عون حظيرة. همشون بعد ما خدموا 10 سنين قالوا لهم برا شدوا الدار. ناس يعني مطلقات وناس عندها امراض مزمنه وناس تقر في 10 صغار وكرايه يجي في الاخر يقولوا برا مش شد الدار نتاعك. هذا ايش اعطونا؟ اعطونا 8000 عون حظيره وفي الاخر قالوا برا شد ديارهم. وين مش يمشي صاحبي تو؟ هذه الدوله هذه سيدي بوزيد تستاهل يعطونا 8000 عون حظيره بعد ايش؟ بعد 10 سنين يقولوا برا شد الدار. هذا كلام تو؟ هذا كلام؟ هذا يا سيدي رئيس هذا اللي انتخبناك واعطيناك يعني صوت نعطيناك فهمت؟ سيدي بوزيد نسوها ونسيد نقول لك علاش نسوه سيدي بوزيد؟ نقول لك علاش نسوه سيدي بوزيد؟ سيدي بوزيد معروف بالسلم الاجتماعي، معروف بالناس طيبين، انسان مضيافين، ناس كرماء، ناس ما يعملوش مشاكل، ناس ما يحرقوش، ناس كذا. وهذاك علاش سيدي بوزيد ما خدش حق؟ الناس اللي تحرق والناس توقف البترول وتوقف الغاز وتوقف الواحد عطوهم مش يحبوا. واحنا علاشنا معروفين بالسلم الاجتماعي في ولاية سيدي بوزيد. هو أولا لم يتحقق أو ربما السؤال كان يكون أفضل ويكون أين تتجلى بصمات الدولة في سيدي بوزيد؟ هو هذا أفضل لأنه سيدي بوزيد ليست موجودة، بالنسبة لبصمات الدولة سيدي بوزيد ليست موجودة أبدا، وكل ما يقال وما يروج ليست هي الحقيقة وليس هو الأمر الحق كذلك. لأن التنمية التي نطلبها نحن متأكدين بل يقينين جدا وفاطنين في هذا الصدد أنه لا يمكن إعطائنا التنمية نحن نريدها، لأنه من يحقد الأشياء المعنوية على ولاية سيدي بوزيد ويزيف تاريخ انتفاضة 17 ديسمبر ب 14 جانفي غير قادر على إعطائنا التنمية نحن نطلبها وليست مسقطة. بالنسبة على مستوى جهة سيدي بوزيد وطلبتها لم تتحقق منها قيد أنملة، أما بالنسبة للذين يصطادون في الماء العكر والذين يحاجون بالأرقام نقول لهم هذه الأرقام ما لنا وما لها ونفع فيها، لأن الأرقام التي تزيف أي سلطة وأي كانت أنه من يزيف تاريخ انتفاض 17 ديسمبر لا تقبل أرقامه وإن كانت صحيحة، فهذه الأرقام أضرب بها عرض الحائط. بالنسبة لمستحقات وطلبات ولاية سيدي بوزيد، نحن طلباتنا واضحة منذ انتفاض 17 ديسمبر، منها مستشفى جامعي وكلية طب، قطب جامعي، شركة جهوية للنقل، مطار وطريق سيارة، لأنه إذا ما لم تتوفر هذه العوامل الرئيسية للتنمية وللتشغيل لا يمكن نتحدث عن التشغيل في سيدي بوزيد. وأكثر من هذا إن الزج بكل هذه المرافق الضرورية أعيد وأكرر، مستشفيات الجامعية، طرقات سيارة، أقطاب جامعية، كلية طب، مناطق صناعية وغيرها كثير، بل حتى المعارض الدولية في سواحل البلاد والعاصمة ليست محض صدفة، بل هي سياسة دولة ممنهجة مقصودة بل ومتعمدة. الدولة مش موجودة، كيف ستحدث عن شغل؟ أنا قلت لك سابقا ليست وجود دولة، سيدي بوزيد خارج الدولة وستكون خارج الدولة بحول الله. سيدي بوزيد لا تنتمي للجمهورية التونسية، أقولها بكل صراحة. أين تتجلى بصمات الدولة اليوم؟ وين؟ مش موجودة ولا شيء. كل ما نريده وما نرنو إليه وما نطلبه ليس موجود،
وين موجودة؟ مش تعمل لي أنت أمن معناها وتقول لي دواء ولاية مش موجودة، كل مقاومات الولاية غير موجودة في ولاية سيدي بوزيد. هي مش حكاية منسية، هذا من قبل الثورة إلى اليوم هي نفس سياسة الظلم التي تحاك لولاية سيدي بوزيد. ونحن عادة لا نحاجج بالمصطلحات، يعني الضالة المذلة أو الانحنائية، الارتماء في حضن الآخر، أنه التهميش الطبيق على حي، على منطقة، لا طبقة 14 ولاية. هي ولاية مظلومة بل ومتعمدة في ظلمها، لأنه كل ما نطلبه ونريده، وهذا راهو حبيبي حتى في الإعلام، أنا مش نحملكم مسؤولية كاملة، الإعلام هو غياب تام لولاية سيدي بوزيد في الإعلام، هذا على كسوى يعني كمسؤولين في سيدي بوزيد، والا على حتى المجتمع، واهم شيء المجتمع المدني، لانه انت باش تجيب لي مسؤول ما يعرفش شنو مشاغل سيدي بوزيد. كثير من المسؤولين حتى الحاليين في مجلس نواب الشعب ولا سابقيهم ما لهم ما عندهم حتى علاقه بولايه سيدي بوزيد، يتحدثون في اشياء هامشيه لا تمت للواقع بصله، وكلامهم اقل ما يقال عنه خرافات وعجائز لا يصدقها ذو عقل. باش نبدو واضحين في هذا الصدد. من 2014 ل 2020 14 سنه نستنوا باش تبدل تونس والثورة وكل شيء، بقد تايك الكياس المدفت، احفر ودرو قدم كثرة، شيء متبدل، من الشباب ضايع، المواطنين ضاعت، الفلاحة ضاعت، يحسبون شكارة البوليتر ب 45,000، شكارة البوتاس ب 65,000، كل شيء مدرك، السمال مدرك، الزيت مدرك، الزيت المدعم، كل شيء مدرك، والغاز مدرك، يا عم يجي يلعب عبر دبوزة. نعبر ب 20 دينار. وراه اتخذ ما قالنا شيء. المواطن ملي من القريفية. الشعب راهو يعاني. الشعب يعاني من المزيرية. وما بقى فيها شيء وما تبقى الشر. والسلام عليكم. ما فهم حد شيء. 10 سنوات بعد لما اندلعت الثورة في سيدي بوزيد ما فهم حتى شيء. كالعادة 10 سنوات فيهم صراع بين زوز أحزاب، الحزب الحر الدستوري التونسي، حزب التجمع وحركة النهضة، تكالب على السلطة أدى إلى تهميش المفقر أكثر من اللي هو متهمش. ما تغير حتى شيء، نشوفه كان في رؤوس الأموال طالعة، نشوفه كان في الصفقات الكبيرة عند رؤوس الأموال سيدي بوزيد والولايات الاخرين، ما تغير حتى شيء لحد الان. عندنا الحريه، عندنا الحريه انك تمشي للبحار وتموت، عندنا الحريه باش تدخل الحبس، عندنا الحريه باش تكون معطل وبطال ومهمش، عندنا الحريه باش ندفعوا اكثر فلوس باش ناكلوا، ما عندناش كرامه، ما عندناش حقوق، عندنا واجبات نعطوها للدوله، اما مالوريزمون الدوله اللي هي تسير الوضعيات نتاعنا لتوا ما شفنا حتى تسيير وحتى تنفيذ للحقوق نتاعنا. هي سيدي بوزيد من اول الدنيا منسيه. سيدي بوزيد عطت رجال، على فكره سيدي بوزيد راهي برجالها وبنساها ما تستنى حتى حد باش يجيها وباش يطلع عليها، هذه حاجه. نحن حراير موجودين رجال ونساء، ما هما ما استعرفوش بينا، نحن استعرفنا بيهم في وقت معين في وقت الانتخابات في بالنا اللي هما باش يكونوا السند نتاعنا، ما كانوش السند نتاعنا. ستاتي حكومه اخرى باذن الله. بيان سور 17 ديسمبر هي وصمه عار، وهي وصمه لكل خائن للوطن. هي 17 ديسمبر باش تقول لكم اللي التهميش اللي انتم همشتونا راهو الشعب، هو السلطه، راهو نحن باش نفتكوا السلطه مره اخرى. راهو انتم خوانا ونحن رانا رجال، راهو باش نقول لكم 17 ديسمبر موجوده اليوم وغدوه وبعد غدوه، وصمه باش تبقى في التاريخ، والدول العربيه كلها تحتفل ب 17 ديسمبر الا تونس. لو كان احتفلت تونس ب 17 ديسمبر لكانت السلطات الثلاثه الان امامنا.